مش فاهم اي حاجه من الخريطه دي. استهالي كده الاوضه هتبقى رابع اوضه على ايدينا اليمين لو داخلين من هنا. بص كده يا فخر. يا عم انا هفهم ايه بالخريطه دي؟ بقول لك ايه، احسن حاجه نسال حد من العيله اللي بيباتوا هنا. امسك دار الخريطه دي، اسال البورصه اللي نايم هناك ده. احلى مسا عليك يا زميلي. أعوذ بالله من غضب الله. أؤمر. هو أنت؟ لا يا أبو خلاص، أنت مش صافي، ارجع نام. خلاص يا عم، صافي يا لبن. ماشي، كنا عايزين نسألك سؤال كده أبو الصحاب، هي الأوضة الرابعة من هنا على اليمين فيها إيه؟ دي غرفة الطفل الطموح. غرفة إيه؟ الطفل الطموح. وإيه قصتها دي يابا؟ أنا معرفش عنها أي حاجة. انا كل اللي اعرفه انه ما بيدخلهاش غير اللي مرضي عنه، وانا مش مرضي عني. طبعا ماشي، تشكرين يا ابو الصحاب، ارجع نام. شكرا يا ابو. الطفل ده مع انه يتيم بس ما بيصعبش عليا خالص. الواد رهيب. المهم ايه ده؟ الريحه دي مش قلت لك لما تعوز تعمل حاجه تاني تخش الحمام؟ خش الحمام ليه وانا لابس بامبرز؟ ايه ده؟ وانت بتعمل في البامبرز؟ امال لابسه ليه؟ طب بتغيره؟ هو بيتغير؟ امال بيتفول بس؟ هتستخدم البامبرز اغيره، تمام؟ قوم يلا نام على سيرك، مش ناقص اعرف. طب ممكن تغير لي الاول؟ غير لك ايه اذا كان بغيره لنفسي؟ قوم 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 قوم.